هذا وتتواصل الاستعدادات على قدم وساق في مدينة السلام في شرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر الكرام من الوفود الرسمية والشخصيات والخبراء الدوليين والذين يتوالى وصولهم للمشاركة في كوب 27 من خلال مطار شرم الشيخ الدولي. في هذا الإطار يواصل المطار استعداداته الكاملة وتجهيزاته القصوى لاستقبال ضيوف المؤتمر وسط تسهيلات كبيرة لكل المعدات والتجهيزات الخاصة بالوفود العربية والأجنبية المشاركة وترحيب كبير بضيوف مصر.